الو، صباح الخير مدام. لاباس الحمد لله عايشه. والله في الدار انا توا، لا مروحه العشيه، ديجا عندي مرافعه في المحكمه ونقعد نحكي في القضيه اللي جاتنا البارح. اي بيان سور، اي ديجا عندي ما نعمل ابروبو هذيك الطفله اللي قلت لك راني جبتها بحذايا في الدار. انا بصراحه قررت باش ندخلها تقرا في ليكول، ولازم ترجع تقرا على روحها خاطر ما عندها حتى ذنب في اللي قاعد يصير في الكل. اي ديجا حكيت مع مدير المدرسه وهو توا جاني استدعاء معناها باش نمشي نرسمها. اي رجلت الاوراق الكل بتبيعها. باهي داك غايته ونمشي تقري اموري، ومن بعد العشيه نتلقى في المحكمه. داك ميرسي ليك، بون جورني، عايشه في السماء. نخرج نشوف كده ده سيهاب. يا سيهاب يا سيهاب. وي مدام حسن. سلام، اش فيك مرجوع؟ ليش مرجوع؟ مش بيقولك احمر كل تتغصر، اش فما يا اخي؟ لا مين؟ لا بي شو مخبي اوراق؟ شيء؟ لا عطيني نشوف. والله شيء انا ما عندي. لا عطيني، ما تخافش عزيزتي، ليش عمرك حتى شيء؟ اش بيك خايفة؟ عطيني نشوف. هكا في كتاب هذا. يعطيك صحة. اسمي اش بيك خايفة معناتها؟ عاد اش فيك نقرا في كتاب؟ شو المشكل؟ الحق نجم نقرا. اي حق من حقوقك انك تقرا، مش تشاورني باش تقرا. تقرا وقت ما تحب عزيزتي، فما حد شاف. عايشك مدام، نحبك على صحيح. عايشة. باش بالك على روحك انا توا باش نخرج. تشي اخرى نكون جي بي. في رجلك على تكا. باي باي. هيا تحرك عاد، هيا باش تقوم تكنس. باهي يما باهي. انت فين صارك ديما تكركر وليتي؟ زيد نعطش. سامحيني. وبعد قومي جيبي لنا عبي لنا طرف ماء. الله يبارك. راهي كملت، تفضل. قاعد يغلي الماء. هز هذا الهدية. هات لهني الواحد كي عمل عليك. هاك نص. أنا قريب، هيا يما أنا قريب. Thank you.
جيبين الماء الفطور قريب يا ما لحق سماح نعم يا يما شفتي نعم بس فيها نعم هيا يما مازال بكري هيا يما ارقدي ارقدي تو بعد نوضك ارقدي هكا كل شيء مريقل صحيت عجبني طيب العشاء طيبتوش راني من قلت لك انت فيه ما قدرتش لازم ترقد من غير عشاء ماني جيعانه مش عندنا مش نطيب انت كولي هذه وانت ناكل هذه تاكلي بطل نقعد جيعانه خير هنرقد انا مش قلت لك
عبد الماء نسيت خل نرقد عرفتي هيا صبحي عليك حالة هذي صبر شفت فجرة الباب منجية يا منجية منجية يا منجية منجية هاي هيك القضايا حاضرة كيما تفهمنا طيب شو بنهزها انا بقى تحت في ثنية وقت تشوف الحالة كيفاش عندكم حاضرة ولا مش حاضرة طيب دقيق حاضرة ولا مش حاضرة شو يخدموا يدبروا فلوس العائلاتهم باش قواتهم يقراوا وانا نحب نقرا انا شوفي بنتي الحكايه نتاع القرايه هذه تفهمنا فيها من هاك النهار قلت لبنتي بنيه ما تقراش عيب لا عيب بنتي لا شنو العيب يا ما حدا نحب نقرا انا امك نشوف ما قريتش وشنو ذنبي هذه باش نمشي نخدم عائلتنا ما دورو فصحي ما تسمحش صراحه قلت من هاك النهار باهي مش لازم نقرا فحطني بحداك يا يما بلا ما تحطنيش نمشي مع واحدة أخرى يا يما أنا كما تشوفي ساعات نخليك في بيتي ما غير عشاء وما عندي مش لازم يا يما نقعد بحداك مش لازم ناكل نمرات نادي الخير يا يما نمرات نادي الخير يا يما عايشك يا يما حطني بحداك مع أخواتي يا يما سامحني عايش بنتي والله العظيم مضطرة والله مضطرة يا يما بلا يا يما هيا مراني ما نشهدش يا أمي هيا جلعي هيا جلعي تشوفي أنت وتحبيها يا أمي خذ يا أمي يا أمي بالله حطيني بحبيك يا أمي يا أمي راني صغيرة يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي بالله حطيني بحبيك يا أمي يا أمي جيت طلع علي يا أمي هيا بنتي 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 هيا ب
كل بون نجيبها تمر صباح وينها شكون هذا ولدي هذاك يا بون يا خدامة يا عرض الشوالة يا بون اني لا اني تعلب انا والله لا مغاد نمشي من هوني لا من هنا تعلب يا شكون جاء؟ شكون جاء؟ يا خدامة شكون جاء؟ شكون هي ذي شري؟ عرفت الشولق جابت هومك جديدة مش تخدم تبدأ ما عاش تعود هايكي هاي الطفلة تبكي شو انت اللي جيتي مش ركي ما حكا ما عندكش قلب ما عاش بديش قدر عمك من الأول بدل علينا ما عاش بديش يا بون يا بون هل البيت محتاج حسك تعرف لينا لا هي الحل قلت لك هي عيطت لها يا بون اجا حل البيت واحد ثلاثة بعد حطها هي حل واحد قلت لك هي الحل البيت هي الحل البيت شبيه امشي من قلبك هو اللي يخدم على روحك فيك نظف بالدور البيت بلي بعدي كم اللي كبوتي بشو خشنا مقاوم ما تعطينا من القهوة يا بور يا صناع يا سوسو نقص حسب كم جيتو هنا ولا هي كيف ما تنزل خدام ومش
تريد تتصل على التلفون؟ هاي ميلا هاي براش وشي شنو المغزى بتاعها؟ هاي يحكي عن فقر وشي فقر كهوف شو هم؟ شو ميلا؟ سميح شو تعمل منا؟ شكرا وشاع صوته خاصة بعد إصدار مؤلفات العبرات والنظرات. يعطيك الصحة سميح. شكون يا جيف صحيتها؟ البولة بتاعها. ظهر سكيل بس طلع عليها صح. فهمتك هي فهمتها ولا ما فهمتهاش تحب نفهمك حاجه اخرى والله ايه يا محمد ايش اللي فهمت به كومبيتي ها ديريكتور تيك نقول لك لا مش هكا تي تي بيكاسيون هادي لا لا هيت مصالحه مش هكا كيفاش هي هادي ما قلت سامي هكا تجي يا Par exemple, s'agissant d'attribuer les الحمد لله يا ربي الحمد لله
في هير إلى ديش هاي بديك في عندك وإيجي نتدور هاي رح حلي هذيك أقرأ التاسين التاسين تعشنو كما الأقرأ تتعرف الاسم سهام 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 أنا بطبيعة سهام أنت شكون عندي غيرك أنا هوني بالحق أي كم الأقرب سكن أعلم سهام خليف تلميذة بمؤسستي تلميذة أنا ليش ترجع نقرأ أي أنت ليش ترجع تقرأ أنا التحسين داعي أي متاعك أنت بيان شير عزيزتي بالحق بعضك أي بعدين ليش ترجع نقرأ أي أنت ليش ترجع تقرأ ترجع تمشي المدرسة متاعك وترجع تعمل اللي تحب عليه الكل بعد وعش نقرأ بالسرقة فما عليش باش تقرا بالسرقة هذي حق من حقوقك انك تقرا وحتى حد ما عنده الحق انه يمنعك ولا يعارضك على هذا واي واحد باش يعملك هكا باش يتعاقب بالطبيعة خاطر انت لازمك تقرا كيف باش تنجم تعيش من غير قراية حقك تعيش الفرصة هذي كنت نحلم بها عندي برشا معناتها انا باش نجم نقرا كيما برشا بنات اي باش ترجع تقرا كيما برشا بنات باش تمشي للمدرسة باش تلبس طبلية باش تلبس كرتابلة باش تعمل اللي تحب عليه هكا يا عايشك عايشك هذا يا واجبي ما عندك علاش تشكر فيا انا لازمني نعمل هكا لازمني نقف معاك ونعاونك في حاجات كيما هكا بطبيعة عايشة لا شيء باش يبدل حياتي والله نوعدك تعرف ديما نقرا ديما نجي لولا ديما نخدم ديما نعمل كل شيء باهي باهي صحيتك شنو تعمل نحبك تدلني بقرايتك وبمستقبلك هكا هو تنساني كل شيء اخر باهي اي مالا مستقبلي وقرايتي ماما وبابا كيفاش نقنعوهم اش بيهم والفلوس وكيفاش نشري واحنا نداوي باهي علاش فلوس كان بتوع ما تخافش امك وبوك عليا انا والفلوس والمصاريف نتاعهم كل انا زاد باش نكفل بيهم باش نمشي معاهم باش نمشي لهم باش نحكي معاهم باش نطمحهم بكل شيء انت اللي هذيك الحكاية الكل بيان سور انت كل سنة انت تمشي تطلع عليهم وتقعد بحذاهم بطل تعطي باش تكمل تقرا على روحك بيا عزيزتي اتفقنا الحق يا عايشك الفرصة اللي كنت ديما نستنى فيها ديما كنت نحلم بها عايشك 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 على كل شيء حتى مزيان يا عزيزتي اجا ندخل نفطروا معناها برا دخل الترسيم تاعك لبيتك واجا نفطروا We'll be right back.